السلام عليكم ورحمة الله. ده كده أول درس أو مدخل إلى عالم السكربتينج أو عالم النحت. عامة هنستخدم طبعا زي ما قلنا هنستخدم بلندر. الفصل ده خاص بالنحت، فعشان نبدأ لازم يكون عندنا في أي أوبجكت. ممكن نبدأ بكيوب وبعد كده نرجع نضيف سبجم سيرفس، لأن عشان نبدأ كبيز لازم يكون عندنا جيومتري في عدد كافي من الفيرتكس، وليكن هنضيف 4 سبجن سيرفس. ونلاحظ ان ده مش كومبليت سفير، فعشان كده هنضغط تو سيرش تو سفير او اختصار كنترول شيفت الت اس تو سفير ونضغط 1. عامة انا في عندي بعض الشورت كاتس اللي F7 to sculpt mode و F8 to ticket sharp انت عشان نضيف الشورت كاتس. في اي ايكونز وليكن view او select هنا نضغط على right click ثم change شورت كات، فانا هاجي هنا واضغط right click change شورت كات واضغط F7 to sculpt mode. طب اذا عندي F6 for object mode، عندي F7 for sculpt mode، F8 to ticket sharp انت هنستخدم ان شاء الله ده في الفصل القادم باذن الله. ارجع تاني للسكالبت مود، فده كده مبدئيا اللي اوت. كل القايمه اللي موجوده فوق ديت موجوده نفس القايمه لو ضغط ان، نفس القايمه موجوده في التول، نفس القايمه موجوده هنا في التول، موجوده في 3 اماكن. القايمة فوق زي ما قلنا القايمة فوق هنا، أو القايمة على اليمين، أو القايمة على اليمين في البروبرتيز بانل. عندنا دي كده اسمها برش، فكده أنا بغير في الجيومتري. خليني أضيف بعض المالتي ريزوليوشن عشان يكون عندي جيومتري كافي. فكده دي اسمها برش. الإف هو السايز اللي هو الريديوس من هنا، ممكن اكتب رقم، ممكن بالماوس كده اغير، ويفضل طبعا لو في تابلت. الفرق في التابلت، التابلت فرق البريجر سنسيتيفيتي. الماوس لو قلنا الاسترنس وليكن 0.8 فالماوس هيكون ده كده عندي الاسترنس، لكن ده كده بالماوس 0.8 ثابت مهما اضغط. ده لو بستخدم ماوس هو 0.8، لكن خليني افعل البرير سنسيتيفيتي. بضغط وكده كل ما اضغط السنسيتيفيتي بتزيد، اضغط زيد وكده بتقل وهكذا. مبدئيا ده كده عبارة عن السفير. دي فايدة التابلت. وطبعا في بعض التابلت بتتيح التلت فانكشن. عامة طبعا هنا في ريدس برضو لو كده بضغط عالي كان طبعا استحالة يكون موجود في الماوس. طيب تاني برضو شيفت اف في الاسترنس كده بزود او بقلل الاسترنس. الاب او الزائد كده معناها انا بضيف، الانر معناها انا بحذف سبتراكت للداخل. هكذا. دي بعض الشورت كاتس. الدرس القادم ان شاء الله هتحدث عن البرشز. المالتي ريزوليوشن ده اول في عندنا 3 طرق للنحت، اولهم المالتي ريزوليوشن. هنا طبعا الموديفاير بضيف مالتي ريزوليوشن لاي اوبجكت، سب ديفيجن بضيف، الليفل فيبورت ده للاوبجكت مود خارج السكالبت مود، ده كده خارج السكالبت مود.
يعني بمعنى اللي أنا لو أنا في السكالوت مود فضفت هنا ولكن أي تفصيلة، لو رحت كده للأوبجكت مود فهنا الفيو بورت واحد، عشان أشوف باقي التفاصيل لازم أضغط على 3. ده في خاص بالسكالوت مود، ده خاص بالرندر. يبقى ده كده أوبجكت مود، سكالوت مود ده خاص بالرندر. طبعا ممكن أن سبديفايد عكس سبديفايد وديليت واير، يعني ممكن أجي هنا كده وأحذف كل التفاصيل ديليت واير، يبقى الاتنين مش موجود، التفاصيل اللي موجودة في الليفل 2 مش موجودة، لازم أعمل أضغط سبديفايد وأرجع تاني أضيف التفاصيل. طيب ده كده كلام سليم جدا. طيب ال هنا طبعا كده السيمترية في الإكس، يعني أي تفصيلة بضيفها هنا هتضاف في الإكس أوتوماتيك، أي تفصيلة بضيفها هنا هتضاف في الإكس أوتوماتيك. طبعا ممكن في الواي ما فيش أدنى مشكلة، ممكن في الواي والزد. او الزد فقط، هكذا. وليكن انا عملت جزء هنا تعديل وعايز انقله الناحية التانية، فمن سيمترايز بوزيتيف اكس و اكس موجود كل الاكسات، ولكن التعديل هنا في موجود في البوزيتيف اكس، ولكن هختار في بوزيتيف اكس تو اكس. ثم اتأكد لنا في سكالبت مود ثم سيمترايز. هو السيمترايز فانكشن ما اشتغلش مع المالتي ريزولوشن، لكن ممكن تشتغل. يعني خلينا نعدل مثلا في اي عنصر هنا كده وليكن، بتشتغل من غير المالتي ريزولوشن كده بوزيتيف اكس واكس. يبقى كده عدلت وليكن هنا عملت تعديل، يبقى سيمترايز بوزيتيف اكس تو اكس. بتشتغل مع الديناميك توبولوجي، بتشتغل مع الريمش، او ما بتشتغلش مع المالتي ريزولوشن. ده باختصار كده سكالبت مود. في الدرس القادم هنتحدث عن البروش، لكن قبل ما نتحدث عن البروشز خلينا نقول ان عندي هنا كده في بعض التعديلات في الفيبورت. انا عملت في عندي اوبشنز تخليني اظهر الموديل بطريقة افضل، يعني دي حاجة اسمها المتكاب. موجود في اكتر من متكاب، الاثنين اشهرهم، ولكن موجود السلويت ولكن ديت، موجود النورمال، وموجود الريد، وفي عندي طبعا الفلات. الفلات دي بتظهر بس السلويت، الحدود عند الأوبجكت، والمتكاب عبارة عن فيو بورت. ده طبعا بيظهر الأوبجكت بطريقة سليمة. عشان نشوف العنصر ده ونضيف لايتس، فاضيف هنا كده بوينت لايت، حاول ان اللايت ديت وليكن 500 الكالر، هكذا. شيفت دي شيفت دي، اللايت ده وليكن 200 والكالر جرين، اللايت ده وليكن 400 هكذا. خلينا نشوف في الفيو بورت. طبعا ده الريندرد فيو. الأسرع احنا نكون هنا في سايكلز، فنغير ده كده للاي في بحيث يكون أسرع هكذا.
ممكن نزود طبعا السامبلز ممكن نضيف امبيد كلوجن وممكن نستخدم من هنا كافيتي. طيب ده كده ببساطة كان حديثنا اليوم عن السكالبت مود. نستكمل في الدرس القادم في نتحدث عن البراشز واستخدامات وأشهر البراشز. السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما تحدثنا عن الماسك والماسكنج هنتحدث عن الفيست. الحقيقة ان الارتباط بينهم الفيست تم اضافتها في بلندر من تقريبا نسخة 2.81. لا ارتباط وثيق بالماسكنج. طبعا هو ممكن يكون يعتبر او مستوى متقدم شوية ممكن يتم استخدامه مع الماسكنج. الماسك ببساطة ان بجزء معين فقط بنأثر عليه ولكن خلينا نقول ان ده كده ماسك. فاحنا بنقول ان الجزء ده فقط هو اللي هنشتغل عليه وباقي اجزاء اللي باللون الاسمر ديت ديسيبلد او ميوتد او كانها مش موجودة تماما في الفترة دي بس. ما كان ممكن نضغط Alt M نرجع للجزء الأساسي. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ده كده باختصار الفيس ست. خلينا نلغي نرجع تاني ونلغي ونذهب الى هذا العنصر. هضيف Multi Resolution Subdivision of 2. اذهب الى Scalped Mode ثم هنا الفيس ست. كده انا بضيف في الست كده بضيف اريا ولكن اريا خاصة بالعين كالتالي. طيب لو جيت ارسم تاني الاقي لون مختلف. طيب هي انا عايز معنى الفيس ست انك تدي كلها كده اريا ممكن يتم التعامل معها كاريا معينة ودي كده كاريا او كجزء محدد ايضا ولكن الجزء ده كده ممكن نتعامل معاه كجزء محدد. طيب انا عايز ازود لو جيت رسمت هنا الاقي اني برسم باللون البني فانا عايز ازود السليكشن شويه اللون الاخضر فبكنترول هوفر اوفر وكنترول طيب البروش هنا كنت انا مختار الفيس ست معناه ان ما ينفع بنأثر فقط على الفيس ست ولكن انا ضغطت هنا كنترول كده بزود السليكشن. طيب ولكن اللون الاصفر ده كده بزود اللون الاصفر برضو هنا اللون البنفسجي بزود كده اللون البنفسجي. طيب ده كده ببساطة. طبعا ممكن نضغط شيفت هنا سموث للايدجز. طيب لحد دلوقتي ما عرفناش ايه فايدة الفيس ست بنستخدم الفيس ست في ايه. اولا لو استخدمنا الجراب ومن البرش هنا مختار الفيس ست معنى كده انها هأثر بس على الفيس ست اللي هي هنا كده لكن باقي الجيومتري مش هتأثر. هنا برضو بأثر بس على الفيس ست الاماكن الفيس ست. حتى ممكن لو اخترت الفيس ست باوندري فما بتعداش حدود الباوندري كالتالي يبقى دي الاريا فقط اللي بقدر استخدمها. ده كده اول استخدام. التاني استخدام ان انا ممكن اجي على اي نقطة واضغط هنا اتش او هنا اضغط اتش. الاستخدام ان لو انا ضغطت اتش كده وضغطت دبليو انفيرت فيزبل ممكن سيبرت افصل الجزء ده كده باي سيليكشن. هناك طبعا قائمه الفيس ست موجود فيها جميع الخصائص شو اول فيس سيتس. طبعا الدبليو شو اول يعني مثلا لو اخترت هنا اتش الت اتش او دبليو انفيرت فيزبل هكذا هنا برضو اتش او دبليو خلينا نختار شو اول
ايضا ممكن نعمل كومباين ما بين الماسك، يعني لو عندي هنا كده ماسك كالتالي، هاجي هنا دبلو في السيت فروم ماسكد، اصبح عندي الاريا ديت عبارة عن فيس ست، طبعا بالكنترول تأكد ان البرش مفيش فيس ست، بالكنترول كده بلغي او بزود. طبعا عندنا البوكس كده بختار، وعندنا اللاسو كده بختار فيس ست، طبعا بختار هنا عشوائيا، لكن في لو عندنا الريال لايف بروجكت فممكن نختار باللاسو تول الأذن فقط. كنترول الت دبليو اعمل سموس للإدج هذه، ده كده ببساطة. طبعا ده كنترول دبليو كنترول الت دبليو نفس الموضوع، كنترول الت دبليو كنترول دبليو. وعندنا نفس الموضوع اكسباند في الست باي تيبولوجي، ال اكستراكت في الست ده عشان يفصل الجيومتري اللي هو اي في الست هيفصلها كجيومتري منفصل. ده كده كان ببساطة مقدمة عامة عن الفيس سيت وأهميتها. في الدرس القادم أتحدث عن بعض التكنيكس الهامة في السكالبتنج. السلام عليكم ورحمة الله، أتحدث اليوم عن الماسكينج. هنذهب مباشرة إلى سكالبت مود أو الاختصار F7 زي ما أنا عامل هنا شورت كات F7. فإذا F6 للأوبجكت مود، F7 للسكالبت مود، F8 للتكتشر بينتنج. هرجع تاني للسكالبت مود. الام او الماسكينج اختصاره، انا لو هنا في سكالب درو او وليكن في الكريز بضغط ام اروح للماسكينج تول. هنا طبعا السترينس، فخلاني نعمل سب ديفايد كالتالي، فكده ده كده عندنا الماسك. القائمه عندنا قائمه A، فهنا كل الاوبشنز شارب الماسك عن طريق 8، سموث ماسك عن طريق 2، انفيرت ماسك عن طريق الكنترول اي. من هنا طبعا ممكن اختار الجي او الجراب، انا بحرك بس هذا الجزء فقط. كلير ماسك كل الاوبشنز موجوده هنا عن طريق الالت ام، كلير ماسك الت ام. وليكن انا في الجراب، فالبوكس كالتالي ده كده بوكس ماسك، او كنترول شيفت اللاسو سيلكت. فخلينا نختار لكم البوكس كالتالي، اختار A sharp mask control I G هنفعل X وليكن، ايه هي الت ام، ايه هي تطبيقات الماسك. اول هذه التطبيقات وليكن ان عايزين نضيف اي تفاصيل هنا، فنيجي عند الماسك هرسم بعض الكريزز يعني لو عندنا كريتشر او انيمال فبيكون في بعض تفاصيل في السكن.
طيب كده هنا التفاصيل عندي، وليكن اضغط A و وليكن Sharpen Mask Ctrl I to for invert select الجراب. طبعا ممكن بالجراب احرك كده العناصر Alt M to clear mask. كده حصلنا على بعض التفاصيل. ده كده أول تطبيق للماسك. التاني تطبيق ولكن الاي ديت عايزين نحرك الاي، فاحنا ممكن بالماسك او نقفل الاي. فبالماسك هاجي هنا كده اختار هذا الجزء كنترول اي وجراب كنترول اي Alt M to clear mask. كده ده التطبيق التاني للماسك. Manipulation مش شرط لازم يكون اي عنصر، ممكن وليكن نختار هذا العنصر Smooth Mask، بعد كده Ctrl I ونحرك هذا العنصر فقط بغض النظر عن اي عنصر اخر. في جزء ما اتكلمش عنه من الاي او من ماسك، في جرو ماسك. معنى كده ايه جرو ماسك؟ 7 بيزيد الماسك، او ايه شرينك ماسك بيقل الماسك. كده احنا عملنا كلير الماسك. ده باختصار الماسك واهميته واستخدامه في سكالبتنج. ده سكود ما اتحدث عن الفيس سيتس واهمية الفيس سيتس في النحت.